ربما التعديل اللي حدث في الدستور في 2011 كانت توصية أساسية قدمتها اللجنة إلى المغرب عن أنه ليشتغل على الدستور. الدستور يجب أن تكون فيه لغة حقوقية، الدستور يجب أن تكون مرجعيته هي المرجعية التي انطلاقا من ما تم الاتفاق عليه دوليا، اللغة الحقوقية فيه احترام لحقوق النساء بشكل فعال. أيضا هنالك التزام أساسي واتخاذ كل التدابير التشريعية وغير التشريعية لمناهضة التمييز المسلط على النساء. أيضا هنالك إقرار حماية قانونية لحقوق النساء من أجل الوصول أو تفعيل الوصول إلى المساواة وضمان الحماية الفعالة للنساء من أي شكل من أشكال التمييز. جانب آخر من الالتزامات اللي لازم أننا نوعى بها هو الامتناع عن هذا التزام الدول، امتناع عن فعل أي فعل فيه تمييز يطال النساء، وأيضا إقرار قوانين للمحاسبة، إقرار قوانين لمعاقبة من يقوم بأي فعل يمكن أن يكون به تمييز يطال فئة من النساء. إذن هذه من الالتزامات الأساسية للاشتغال على التشريعات، إقرار أنظمة ثم خلق برامج الهدف منها هو خلق المساواة الفعلية وإقرار المكانة اللائقة للنساء، لأن المواطنة الكاملة لا يمكنها أن تكون بدون تمتع النساء بحقوقهن. ضرورة نشر أو التوعية بحقوق النساء وضرورة التوعية بأهم الحقوق وأهم المفاهيم اللي هي مرتبطة تضمها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة. أيضا توصية وهي ضرورة التعاون مع المجتمع المدني، لأن المجتمع المدني له خبرة، له فعالية، له كفاءة في المجال، وبالتالي ضروري أن كل المؤسسات، الأحزاب، النقابات، المؤسسات الحكومية يكون هنالك تعاون ومشاركة، ماشي إشراك حتى آخر لحظة. نقطة أساسية أخرى وهي ضرورة أن يتم خلق سبل للانتصاف، يعني أنه عندما يكون هنالك تمييز يطال النساء فتكون هنالك آليات للتظلم وآليات للانتصاف، وكنظن هذا هو السبب اللي ادى الى خلق او الى في الدستور المغربي وجود المادة 19 اللي تنص على اللجنة، لأن الدور ديال اللجنة هو هذا الدور، دور المراقبة، دور التظلم من حالات الانتصاف، أيضا عندها دور فعال حتى في القضايا المتعلقة بمناهضة التمييز، وهذه من القضايا اللي لازم أننا يتم الاشتغال عليها. أيضا اتخاذ التدابير الفعالة والمستدامة، لأن هنا الحديث على الاستدامة وعلى الفعالية مش فقط غير حديث على أنه التمتع بالحقوق وإقرار الحقوق في النصوص سواء الدستور ولا القوانين، وإنما خلق برامج واستراتيجيات لتفعيلها على أرض الواقع لزيادة التمثيل السياسي للمرأة على جميع المستويات. شكرا مرة أخرى أستاذة سميشة. ننتقل الآن إلى مداخلة الأستاذة خديجة الرباح، هي تحضر معنا كمنسقة وطنية للحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، وسوف تتحدث عن المناصفة وإشكالية التمثيلية النسائية. حسب هذاك البرنامج التشريعي ديال الحكومة، أنها خاصة تخرج في 2015، ولكن واش هاد الهيئة غتخرج حتى تتم المصادقة على القوانين؟ واش هذه الهيئة ماشي آن الأوان، وخاصة ونحن نعرف بأن هناك مجموعة من التجاوزات خصوصا فيما يخص تفعيل المناصفة. هذا جانب. هيئة المناصفة كآلية والقانون المنظم لها مهم، ولكن إذا رجعنا للمناصفة كمبدأ دستوري فعلاقتها بالسياق السياسي الحالي، رجعنا للمناصفة فعلاقتها بالسياق السياسي الحالي، وخاصة احنا كنعرفوا جميعا بأن كاينين ثلاثة ديال القوانين، والفريق وحزب استقلال قدم ربما مذكرة مشتركة مع المعارضة، وربما قدم مذكرة فيما يخص ثلاثة القوانين المعروضة للنقاش. القانون التنظيمي المتعلق
مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهة، مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم. وبما أن موضوع النقاش ديالي اليوم هو المناصفة في علاقتها بالتمثيلية، فأنا أدعو جميع أصدقاء وصديقات، أدعو جميع السادة والسيدات، السادة البرلمانيين الحاضرين معنا لكي ننتبه إلى معطى أساسي. شنو هو هذا المعطى؟ هو أن هذه القوانين الثلاثة لا تتطرق لأحكام التمثيلية. هذه القوانين الثلاثة لا تتطرق لأحكام التمثيلية، لأن كل ما يتعلق بتحسين أحكام التمثيلية السياسية للنساء ماشي موضوع هذه القوانين الثلاثة، هي موضوع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية. وهذا القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية اللي داز، إمتى داز؟ هذا القانون داز في 22 نوفمبر 2011، بمعنى أن هذا القانون هذا هو الأساس فيما يخص توسيع وتحسين وتمتين الأحكام ديال التمثيلية السياسية للنساء. وهذا القانون داز بسرعة البرق بعد التعديلات الدستورية وقبل ما تطلع يطلع هذا المجلس ديال البرلمان، قبل ما تكون عندنا حكومة جديدة. إذا داز مباشرة في نوفمبر 2011، وهذا القانون قيل بالحرف بأنه أعد بالسرعة لأن الحكومة كانت تعتقد بأن مباشرة بعد الانتخابات البرلمانية غتكون موراها انتخابات جماعية. ما دارتش انتخابات الجماعية، بقى هذاك القانون. هذاك القانون اليوم واش هو صالح لنا ولا ما صالح لناش؟